تونس. موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم لهذا العرض الأخباري الموجز. قال وزير التربية محمد علي البغديري خلال ملتقى وطني انتظم أيام الثالث والرابع والخامس من فيفر الجاري إن المنظومة التربوية تعاني منذ عقود من صعوبات وتراكمات متعددة، منها تدني مكتسبات التلاميذ وغياب منظومة تقييم إجبارية سوى امتحان البكالوريا. وأضاف محمد علي البغديري خلال الملتقى الذي جاء بتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس اليونيسف وبرنامج الشراكة العالمية من أجل التربية وخصص لإعداد الخطة العشرية التربوية أن منظومة التربية تشكو ضعف البنية التحتية وضعف الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، كما يعرف الإطار التربوي ضعفا في التكوين، وينضاف إلى هذه الصعوبات إشكالية منظومة الحوكمة. في موضوع آخر، عبرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأحد عن تضامنها الكامل مع نبيل بافون رئيس سابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويأتي ذلك إثر منعه من السفر إلى الخارج لمباشرة مهمة دولية في مرافقة الانتخابات بإحدى الدول وفق نص البلاغة. في أخبار العالم، أغلقت وزارة الزراعة الأردنية اليوم الأحد أسواق المواشي في المحافظات بالمملكة لمدة 14 يوما، وعلقت استيراد الأعلاف بعد رصد إصابات جديدة بفيروس الحمى القلعية. وقالت الوزارة الزراعة أنها تتواصل مع الشركة المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح لمواجهة فيروس الحمى القلعية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، قدمته لكم نجلاء خليفة هاني. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.